السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، حياكم الله أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم مع حلقة جديدة من مدارسة كتاب الله عز وجل. ومباشرة إلى الدرس، لأنه كما تعلمون أصبح الوقت وقت الفيديو قصير، فأريد أستغل أكثر شيء في من المعلومات. كيف نضبط مواضع والدار الدار الآخرة؟ الراء هنا مضمومة وبالواو وبحذف الواو، والدار الدار الآخرة، الراء هنا مفتوحة وأيضا بالواو بحذفها. خلونا نشوف أحبتي في الله، وردت براء مضمومة ثلاث مرات، والدار الدار الآخرة في السور البقرة الأعراف القصص الموضع الثاني. بما أنه قلت الموضع الثاني، إذن هنالك موضع أول في القصص فيه الدار الآخرة. وخلينا نشوف يعني حركة الراء كيف هي. في البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وطبعا كما تلاحظون أنه هذه بداية الصفحة 15، انتهت الصفحة 14. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. بئس، قل بئس ما، بدأت الصفحة قل إن كانت لكم، فخلي هذه القل كعلامة حتى أنت ما تلتبس عليك أنه تتابعت، وأعرف نهاية الصفحة وبداية الصفحة. الموضع الثاني: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذه في سورة القصص، طبعا هنا صار تقديم وتأخير، الأعراف هي قبل القصص. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. لماذا أنا أخرت آية الأعراف؟ لأنه الوحيدة التي وردت بالواو، حتى أخليك تركز عليها. ماذا قال؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وبالمحصلة، لو شفنا بأنه البقرة والقصص السور التي في اسمها حرف القاف جاءت الدار الآخرة، الدار الآخرة خليها علامة. الأعراف توسطت بينهما، يعني الموضع الوسط جاءت بزيادة الواو، طبعا هي وسط، إذن واو وسط مع واو والدار الآخرة. وممكن أنه تقول اختلاف الوسط بين الطرفين المتشابهين، الطرفين هما الدار الآخرة في البقرة والقصص، قاف مع قاف باسم السور، خليها كعلامة عندك هذه حتى ما تلتبس عليك. ووردت والدار الدار الآخرة بفتح الراء أيضا ثلاث مرات في سور القصص الموضع الأول، العنكبوت، الأحزاب. فخلونا نشوف أحبتي في الله: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه في قارون، وأظن الكثير منكم يعرف هذا الموضع في القصص. في العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هنا هذه أيضا معروفة، وهذه طبعا في آخر سورة العنكبوت، من كلمة الحيوان الدار الآخرة. في الأحزاب أحبتي ماذا وردت؟ بالواو الوحيدة: وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني هنا تم عطف الدار الآخرة على الله ورسوله، فانتبهوا، فجاءت بالواو في سورة الأحزاب، وأيضا لن تلتبس على حضراتكم. إذن أحبتي، والدار الدار الآخرة ثلاث مرات في القرآن، والدار الدار الآخرة ثلاث مرات أيضا في القرآن الكريم. وقلنا أنه لما جاءت في الأحزاب عطفت على ما قبلها، وفي الأعراف هنا جاءت أحبتي في الله والدار الآخرة خير للذين يتقون. فانتبهوا أحبتي في الله، وحكينا كيف أنه ضبطناها ما بين البقرة والقصص. طيب، سؤال جديد: أين وردت خالصة خالصة بخالصة؟ وهذه أيضا من المواضع، أنا لما أدخل شيء في هذا الكتاب أحبتي في الله أريد أقول وأبين بأنه يحدث لبس للطلاب أنه ما يعرف هل هي تنوين نصب أم تنوين ضم أم تنوين كسر. تنوين كسر سهلة، راح أشوفها شون راح نتخلص منها بإذن الله عز وجل من اللبس الذي يحدث فيها.
وردت خالصة بالنصب ثلاث مرات في السور البقرة الأعراف الأحزاب، وهذا هو الأصل. ما معنى هذا هو الأصل؟ أي أكثر دوران في القرآن خالصة، تنوين نصب. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. طبعا إلى الموضع الآخر اللي هو في الأعراف، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هنا طبعا جاء في الحياة الدنيا، وهنا جاء بالدار الآخرة. شوف يعني خليك علامة عندك. وفي الأحزاب، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن خالصة ثلاث مرات وردت في القرآن، وهذا هو الأصل. وشوفوا كيف راح نضبطها بهذا البيت. بقرة خالصة عرفها الأحزاب، جاءت بالفتح ثلاثا أيها الأحباب. أما كلمة خالصة بالضم فهي وحيدة في القرآن في سورة الأنعام، ونضبطها على قاعدة العناية بالآية الوحيدة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وخالصة أيضا وحيدة في القرآن، يعني بالتنوين بخالصة بالباء والكسر، لأنه سبق حرف الباء فكسرت في سورة صاد. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إذن ثلاث مرات خالصة، هذه خلص أنت بعد ما تلتبس عليك، ومرة واحدة بالكسر ومرة واحدة بالضم، والمواضع معروفة. يعني هنا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا في الأنعام، وإن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، اللي هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فانتبهوا أحبتي في الله. سؤال جديد، من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، كيف نضبطها؟ أين وردت؟ وردت في سورتي البقرة والجمعة، وتضبط بالجملة الإنشائية، موضعان في القرآن الجمعة والعوان. تمام؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. شوفوا سورة الجمعة، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. جاء بعد من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في البقرة ولن يتمنوه، وفي الجمعة ولا يتمنونه. لن أقوى من لا، فناسبت سورة البقرة الطويلة. ولما ظهرت النون في لن حذفت النون الثانية من كلمة يتمنوه، لأنه احنا جاءت في الجمعة لا ولا يتمنونه نونين، فجاءت لا. وفي البقرة جاءت لن حذفت النون من يتمنوه، يعني جاءت عندي نونين في كل موضع. لما قلت لن يتمنوه، ولما قلت لا يتمنونه في سورة الجمعة. هذا أولا. آية الجمعة أتت بلا التي ليس فيها نون فظهرت في كلمة يتمنونه، إذن العلاقة عكسية. في البقرة دعواهم أن الجنة لهم بصفة الخلوص، فبالغ بالرد عليهم بأبلغ ألفاظ النفي، ولن يتمنوه أبدا. وأيضا في سورة البقرة كثر ورود لفظ لن، حيث تكررت سبع مرات كما في وقالوا لن تمسنا النار، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبهذا، هذه بعض الأمثلة، وبهذا تضبط ولن يتمنوه التي في البقرة، والتي ناسبت سياق الآيات في السورة لكثرة دوران لن. أما في الجمعة فدعواهم قاصرة مترددة، وهي زعمهم أنهم أولياء الله، فقتصر على لا. وأود التنويه هنا إلى أنه في الموضعين وقالوا لن تمسنا النار، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، جاء بعدهما كلمة بلى في الأول، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وفي الثاني بلى
من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلمة يتمنوه مثل نهاية سورة البقرة، شكل الحرف واحد. لاحظوا المؤشر أحبتي في الله، مفصولة. يتمنوه البقرة انفصلت، بينما يتمنونه جاءت متصلة، شكل الحرف واحد مع اسم سورة الجمعة متصلة، حتى ما تلتبس عليك وما تنساه. أقف عند هذا الحد أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.